What? What do you mean a family in Syria? Just... No! I don't want to hear any more of your lies! Summer. Why did you lie to me and tell me I had no parents? You told me both of my parents died in the war. And now it turns out you're lying? What more have you been lying about, Mom? If you just listen, let me explain. What else? Mother, she died after giving birth to you a few minutes. It's heartbreaking, Laura. The child hasn't been in this world a day. He's an orphan already. Doctor, you can't be possibly thinking you sent him to an orphanage. You know better than anyone, I can't have a child on my own. I'll take care of him. If you send him to an orphanage, he's just going to be one of a million over there. They won't take care of him the way I would. Nobody can know, okay? He's your nephew, if anyone knows. Do you understand that? He will not be in the records. Do you understand? Summer, would you go to the dresser? Just get me the envelope in the first drawer, please. Enough! You've done enough! You don't know, you don't understand. What did you want me to do? Leave you in an orphanage? You should have. At least I would have known who I am, instead of living with a liar. أسألك بتعرف وين ساكنين بيت الدجاني؟ ايه بنعرفهم. استنى جاسم، ليش عم تسأل معلم؟ لأنهم كانوا أصحاب أهلي زمان، حكوا لي بس تيجي على الشام مر علينا.
ايوه هون تروب اخر الحارة. ما فهمت، أنت كيف عرفتني؟ كان بابا بدور عليك ونحن صغار، بس عمره ما عرف أنت وين ومع مين البيت. لما كنا صغار كان بابا دائما برا البيت، هو مسافر، ما كنا نعرف شيء كثير عنه، ما حتى كنا بنعرف إنه بدور عليك، ولا حتى عارفين إنه عندنا أخ أصلا. قضى سنين هو عم بدور عليك ما خبر حدا فينا، بس للأسف توفى قبل ما يلاقيك ويعرف انت وين. بعد ما توفى قررت انا اكمل عنه. بعد كم شهر لقيت واحد كان ساكن معنا بالضيعة اللي كنا ساكنين فيها من زمان، وسألته شو صار بيمك، وقال لي آخر مرة شافها كان لما بابا موديها على المستشفى. من هناك بلشت أصل ولقيت المستشفى، هناك دلوني على لورا. لما تأكدت انه عن جد اخي تركت البلد مرتاح. طيب ليش عمرك ما حكيتش معي؟ ليش ما حكيت ليش اشي؟ ما في داعي ندخل بهالموضوع هلا، انا عندي اهلي كمان ولازم افكر فيهم. بابا كان لسه متوفي من جديد، ما في داعي داعي حدا كنت بهالموضوع مثل هيك. انا اخوك مش اي حدا، الي حق اعرف. أكيد رح نضل أخوي، بس أنا ما بقدر دايما بهيك موضوع. بابا صار له متوفي 5 سنين ولساته ما بينسوا. كيف هلا بدي أجي أقول لهم إنه في موضوع مثل هيك مخبى عليهم؟ يلا حبيبي هيني جاي، بس دقيقة. يعني بنكمل الموضوع؟ ما ظنيت في داعي نكمل الموضوع. يعني ايش؟ يعني انا حكيت اللي عندي. ابونا راح، الحياة راحت معه يا سامر.